قادرين ننظموا احداث اكبر ومن بينها كاس افريقيا 2025. بطبيعه الحال يعني احنا الفيدرالية الجزائريه وضعت ملف نتاع الترشح ل كان 25، ونظن باللي باش يعني الملف نتاعنا ملف يعني لا باس به، يعني فيه العديد من المنشات الرياضيه اللي يعني تم تجريبها اليوم، وكنظن باللي باش الملاعب يعني وكيفيه التنظيم وكذلك يعني كانت في المستوى، والعلامه كانت على 10 على 10. واغتنم الفرصه لاتوجه بالشكر الجزيل اولا قبل كل شيء الى لجنه التنظيم، وثانيا كذلك الى القائمين على الكونفدراليه الافريقيه كذلك من خلال التنقلات نتاعهم ومتابعتهم الى كل المقابلات. فنحن نشاهد فيهم يعني يكونوا الساعه الخامسه في قسنطينه والساعه الثامنه يكونوا في وهران. الامور هذه ليس بالامور الهينه، فوجب علينا ان نشكر هؤلاء الذين يقومون بمثل هكذا اعمال لمتابعه يعني الشباب ولمتابعه يعني الرياضه وخاصه كره القدم في افريقيا. شكرا لكم. انا ولد هبي اخوها بالجيبه يا اخي. اسكو ندخل لما ندخلش البال ولا لا؟ لا يا طبيبي يا راح كيف باسكو اسمعني والدك تبع فيا والدك مع لي جوال ثم يجي درنا درنا ديكلاراسيون هاكي شوف هاكي صافي لا 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 لا
إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا كنت يعني درت تصريح سابقا وقلت باللي باش يعني الفريق الوطني في ولاية وهران نحن من محبين الفريق الوطني، سواء الفريق الوطني المحليين أو الفريق الوطني ألف أو حتى الفريق الوطني أقل من 17 سنة، وقلت باللي باش يجوا لوهران ويكون عندهم يخصوا لهم استقبال الكبار. واليوم يعني كل وهران كانت في الملعب الصباح وداروا الاستقبال يليق بفريق بمقامة فريق الوطني. واليوم يعني بعد ما انتهينا من زيارة مع السيد مدير النقل شخصيا يعني توجهت إلى الملعب في الحصة التدريبية من أجل يعني حتى نشوف اللاعبين وكذلك المدرب بوقرة، وتحدثنا مع اللاعبين نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. غدوة إن شاء الله كل وهران وكل الجزائر مجندة، الملعب سيكون ممتلئ على آخره إن شاء الله. نحن هنا من أجل تشجيع ومناصرة الفريق الوطني. الوالي سيد يكون حاضر في الملعب إن شاء الله بطبيعة الحال من أول الحاضرين إن شاء الله. سيد الوالي نعرف أن سيد مجد بوقرة كان أعضاء المنتخب الوطني المحلي التوج بكأس العربية، لبنى إن شاء الله تتويج بكأس ثانية تكون هنا على من ملعب بوهران إلى ملعب نيسر المدينة بالعاصمة. نحن يعني نكاد نكون متيقنين من تتويج الفريق الوطني. إحنا شفنا يعني الأداء تاع الفريق الوطني خلال الأربع المقابلات اللي قام بهم يعني، وخاصة المقابلة تاع الربع النهائي اللي كانت صعبة خاصة في البداية نتاعها بعد طرد يعني خاصة حارس المرمى، واللي شفتوا يعني الوضعية النفسية اللي كانوا عليها اللاعبين، ولكن يعني كانت عندهم قدرة نتاع الاسترجاع الذهني قوية وقوية جدا، وعاودوا رجعوا في المقابلة ويعني بفضل الخبرة نتاعهم بفضل التجربة وفضل الحنكة نتاعهم كذلك و المهنيه اللي عند هاد اللاعبين هادو يعني استطاعوا ان يتداركوا كل ما فات يعني خلال الدقائق الاولى، وشفتوا باللي باش كيف تم طرد كذلك لاعب من الفريق الخصم، وفي الاخير يعني فاز الفريق الوطني ب1-0 وتاهلوا اليوم راه موجود في وهران. كذلك يعني بالنسبه للفوز نتاعو كذلك في البطوله العربيه لم يكن بالسهل، ثم لاحظتوا يعني لحقنا في بعض المقابلات انه تقريبا 20 دقيقه يعني كانت زياده على المقابله الرسميه، تقريبا مقابله ثانيه او شوط اضيف ثالث او شوط ثالث اضيف الى المقابله. والسيد رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت اتذكر يعني لما هنأ الفريق الوطني قال هم اشبال وفوق الميدان اسود، فهم اسود. سيد الوالي بخصوص اللاعبين من المنتخب المحلي مختار بالخيتر فتح الله طالما في مدينتهم، اش كان عندك حديث خاص مع هاد اللاعبين اللي حلبوا هنا امام الجماهير تاع المدينه تاعهم؟ انا كنت يعني صافحت كل اللاعبين ورحبت بهم في وهران، وقلت لهم باللي باش يعني نتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله غدوه الملعب سيكون ممتلئا اخره، وكل الجزائر ان شاء الله يعني 40 مليون ستكون واقفه لمناصرتكم ان شاء الله. هم يعني لاعبي الفريق الوطني، لا نفرق بين من هو من وهران ومن هو من عنابه، فكلهم ابناء هذا البلد العزيز الجزائر. سيد الوالي اليوم وهران اول في المنافسات، هل تشوف اللي الجزائر قادره؟